عسلم. السلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. قدم لي روحك. أنا اسمي كرار، أصلي من العراق، عايش في فنلندا من 7 سنوات. نعم. وين عايش؟ فنلندا. به مرحبا بك في تونس. شكرا. جيت سياحة لتونس؟ أي نعم. أول مرة؟ أول مرة، بس إن شاء الله مو آخر مرة. علاش اخترت تونس هكا بلد سياحي؟ بصراحة أنا أول مرة أزور الدولة العربية، يعني كل الدول اللي أزورها دول أوروبية، والدول الأوروبية مثل ما نقول إحنا كل شيء بها حياة منعدمة نهائيا، ما بها حياة. هناك الإنسان يكون مثل الريبورت، مجرد عمل أو دراسة أو شيء. بالنسبة لتونس اختاريتها أول شيء، يعني تونس ماكو إعلام قوي عليها من ناحية السياحة، يعني هي تونس مظلومة سياحيا، بينما أن تونس كل شيء متوفر بها. يعني تونس أول شيء بلد جميل، بها أمن، بها أمان، يعني هنا السائح يجي ياخذ راحته على الآخر. من ناحية الأمن والأمان مستحيل يفكر أنه يتعرض للخطر أو يتعرض للأذية. وبالنسبة لتونس أسعارها بالنسبة للسائح رخيصة ومناسبة، وكل شيء متوفر بها، بها الشمس، بها البحر، بها المطاعم، بها الحياة الشعبية، بلد جميل جدا. تونس تتميز بطقس جميل. طقس جميل وطيبة ناسها، وناسها ناس محترمة جدا ويساعدون ويحبون الضيف، وهذا الشيء ما تلقيه بأي بلد، مستحيل. أقصد لك بأي بلد بالدولة الأوروبية ما تلقيه، مستحيل يعني. بس شنو هو الفرق بين تونس وبلد أوروبي من البلدان اللي أنت زرتها؟ أول شيء البلدان اللي أنا زرتها بأوروبا تقريبا، يعني تقريبا زرت كل دول أوروبا. هناك أول شيء ما عندهم حياة شعبية، وأحيانا يسألين شخص بالشارع إذا مثلا ضيعين أو شيء يتركك ويمشي حتى ما يجاوبك، يعني حتى ما يجاوبك. عندهم العنصرية، عندهم التميز، يعني يشوف إنه شعرك أسود وخلاص، إنه أنت مو من البلد، يباوع لك بعين صغيرة. ومرات إحنا نقصد على الشعب ما نقصد على الحكومات يعني. وثاني شيء أوروبا بصورة عامة، بصورة عامة مستحيل تلقين مثل هيك ناس، رغم حاليا الظروف الاقتصادية اللي جاي تمر بها تونس، وإن شاء الله تعدي على خير، إنه شعب مبتسم، شعب يحب الحياة، شعب يعني منفع بالحيوية. هناك الكل يكون فقط بالويكند يقولون مخمورين، وممكن سهرين وياه، ثاني يوم صباح هو ما يعرفك. يعني مستحيل أكو بلد مثل تونس، يعني أكيد فرق من السماء للقاع. ما نقدر نقول تونس والأوروب، الأوروب عالم ثاني، عالم العجزة والعنصرية ما أنا شخصيا يعني. قبل ما تجي لتونس أكيد عملت بحثك. أكيد. أي. نعم. شنو عرفت عليها تونس قبل ما تجيها؟ والله بصراحة شوفي، عملت بحث من خلال اليوتيوب، الفيسبوك، لأن قلت لك أنا من بداية اللقاء أنه تونس هي مظلومة إعلامياً، ماكو إعلام قوي يشجع السياح على تونس. بس أنا اختاريت يعني سويت بحث، أنه شفت الأماكن الحلوة اللي ممكن الشخص يزورها، شفت الأكلات اللي ممكن إحنا، يعني أنا كشخص أنه كل ما أروح بلد أكل أكلات البلد المشهورة به، وأتعرف على الأماكن المشهورة، يعني كل الشيء حلو بصراحة. الأماكن اللي زرتها في تونس؟ رحت السوسة، رحت بنزرت، رحت السيد منزل أبو رقيبة، وحاليا بعد عندي 4 أيام أحاول أروح الحمامات وأحاول يعني. قديش عندك في تونس؟ اليوم صار لي 5 أيام. أنا سبعة تسمى زرت هكا بعض الولايات في تونس. بس المشكلة الوقت هنا يمشي بسرعة، الوقت يمشي بسرعة. ليش؟ لأن الأماكن جميلة والبلد ما شاء الله تبارك الله كبير، فتحتاجين أكثر وقت حتى تزورين كل الأماكن. وبالنسبة لنا حاليا في فنلندا بدأ وقت الدراسة عندنا بشهر 8، وعمل يعني صعب تأخذين إجازة أكثر من 10 أيام هيك شيء. أنت تدرس؟ أي نعم أدرس. هذا السبب اللي خليك معناها تخرج من العراق وتمشي تقرأ؟ بصراحة مو هذا السبب، أنا كشخص طلعنا بسبب الأوضاع الأمنية بالعراق. كنت عسكري بالعراق واضطريت أنه أسافر. كنت عسكري بالعراق؟ كنت 9 سنين بالعراق عسكري. نعم. شو الأسباب الخروج من العسكر في العراق؟ والله بصراحة تعرفين بالمشاكل اللي مر بها العراق بال2014 بسبب ما يدعى داعش وهالمواضيع. صار أكو خلط بين قوات الجيش وقوات الأمن، يعني الوضع كان أنه مرات أنه تضطرين تعملين أشياء أنت تنجبرين عليها كعسكري، وخصوصاً أنه كنت طالب منصب حساس بالدولة. ولذلك أنا اختاريت الطريق السلام وطريق الحب، أنه واحد خلاص يبتعد عن هاي المشاكل ويبتعد عن الدم ويبتعد عن الحروب. تاريخ العراق دائماً هو بخير، دائماً أنه هو
من زمن المرحوم صدام الله يرحمه، كل شيء كان زين، بس حاليا ورا السقوط انه حثت به اشياء كثيره بالنسبه للحكومات. اما الشعب، شعب محترم، شعب يحب الحياه، شعب مثقف، شعب منفتح ويحب الضيوف. عندنا احنا الضيف من يجي نخليه على راسنا صراحه، بس بسبب السياسه الفاشله حاليا العراق دا يمر بازمه وضع امني شويه، بس ان شاء الله يتحسن للافضل. لذلك انه كان الخيار الوحيد انه مو بس اني، نتكلم على الاف الشباب انه تضطر تغادر العراق بسبب الوضع الامني. شنو تدرس توا؟ انا ادرس مجال الهندسه المدنيه. نعم. ان شاء الله ربي يوفقك. اشكرك. تعجبك الاقامه في تونس ولا؟ وجميله صراحه، جدا جميله تونس، منبهر جدا انا، يعني اماكن حلوه وناس، وتشوفين حياه شعبيه وناس بسطاء، يعني واو، هذا الشيء ما تلقيه، يعني انا فاقد هذا الشيء من سنين. لذلك جدا حلوه تونس الصراحه. علاش قلت لي فاقد من سنين الحاجات هذو؟ قلت لك انا مسافر من العراق صار لي 7 سنوات. بعيد على العائله؟ اي صحيح، ومسافر من العراق صار 7 سنوات، سافرت قلت لك دول اوروبا ما ابي اعيش حياه نهائيا، ورحت تركيا، تركيا ما تجي قطره قدام تونس. ما لي شغله بالاعلام، تركيا بس اللي يشجعها الاعلام، اما هي كبلد لا لا لا، ما شعبها مو مضياف نهائيا، وما يحبون الاجانب، ودائما مشاكل، ودائما الوضع الامني صفر بالنسبه لتونس. تركيا وضع الامن صفر، تونس ما شاء الله تمشين تشوفين الشرطه، تشوفين المرور، يخدمون المواطن، يعني الكل هنا يشتغل خدمه المواطن، يخدمون التونسي ولا السائح، عندهم يعني نفس الشيء. قلت لي انت كليت الاكل المشهور في تونس. نعم. اللي هو شنو؟ والله بصراحه اول يوم اكلت شو اسمها؟ كسكسي. كسكسي، وهذا الشيء الثاني اللي عندكم، هذا الاخضر اللي يسووه على النار، يعني ياخذ وقت طويل. في شنو؟ سلطه مشويه؟ لا هذا اللي نسيت، هذا اللي ياخذ وقت طويل، يعني هو احنا نسميه عندنا ملوخيه. ملوخيه. بس ملوخيه، بس ما شاء الله يعني تونس يعملوه بطريقه واو. مدفونه؟ كلش حلو يعني بصراحه. ولا تنسين انه تونس حاليا اخذت خامس عربيا بالطبق العربي المشهور، يعني تونس عندها اكلات ما شاء الله. يعني الاكل لذيذ عجبك؟ اكيد اكيد، شويه حار. ما تاكلش انت حار؟ انا بالنسبه لي ما اكل الحار بصراحه، بس يعني هو كل شيء طيب بتونس، ولا طعم مختلف، والطريقه اللي يطبخون بها المطاعم والتوانسه طريقه واو، يعني ما شاء الله تبارك الله كلش طيبه. شكرا، يعطيك الصحه ومرحبا بك مره اخرى. نخلي لك كلمه الختام. الختام نقول يا رب انه بلد تونس ان شاء الله تطلع من هاي المحنه الاقتصاديه، وثاني شيء انه البلد بيه فرصه كثير استثمار، يعني بي ارض، انه الارض هاي كل شيء ينبت بيها، والدول الاوروبيه حاليا هم بعازه انه احد يمد لهم مثلا الفواكه، الخضروات، هذا الشيء. اكو يعني لو اكو عقل مدبر بالنسبه لتونس، باب تجاره يعني محترم، كان تونس خلال فتره قليله ارتفعت كلش زين. ان شاء الله من الحكومه انه نساعد هذا الشيء، وان شاء الله رب الشعب التونسي يكون باحسن الاحوال، ونتمنى لهم دائما الصحه والسلامه، ويا رب نزورهم مرة ثانية. شكرا، مرحبا بك. شكرا.